عليا. في ايه؟ ندور على نادر يا حاج. نادر امسكوه. في صفقة جديد لجامعة العاصمة، بأكد لحضرتك يا أستاذ معتز خبر القبض على السفاح. نحن في انتظار وصوله لمديرية الأمن باللحظة والتانية. مزيد من التفاصيل في اللحظات القادمة بإذن الله. حرم لنا عدد كبير من القنوات الفضائية والصحفيين والإعلاميين الذين جاءوا لتغطية خبر القبض على السفاح. وأرى عدد كبير من المواطنين الغاضبين بالمكان، وقوات الأمن تبذل جهدا كبيرا لمنعهم من اقتحام الحواجز. ومن أمام مبنى مديرية الأمن نحن في انتظار وصول الشرطة التي قبضت على المتهم الذي اشتهر إعلاميا باسم سفاح النساء. حضرتك اللي بتطلبه ده حاجة صعبة جدا. حاضر أحاول أحاول يا كريم بقى أحاول. حاضر سلام بقى دلوقتي. بقولك يا معلم، عايزين بقى تحاول نتميز كده وسط الزحمه دي. ماشي، ما دخلنا دفعه عشان خاطر دخلنا. الله يكرمك، ما تعملناش مشكله ارجوك. يا ايمن بيه، ايمن بيه اهو، ايمن بيه. صورة السفاح وصلت يا أستاذة. طيب اديها بقى للكنترول، خليهم ينزلوها مع كلامي لما أقول لهم. أوكي بسرعة كريم. حاضر يلا. ستاند باي هوا. جاهزة مدام نهال؟ جاهزة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج لحظة بلحظة. يظهر أن ستات مصر أخيراً هيرجعوا ينزلوا الشوارع ويتحركوا بحرية بعيداً عن الخوف والرعب اللي سيطر عليهم طول الفترة اللي فاتت. حسب مصادرنا في وزارة الداخلية، تم إلقاء القبض منذ أقل من ساعة على شخص يشتبه في أنه المسؤول عن جرائم القتل اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، وكانت آخر ضحايا المطربة المعتزلة عزة كامل. فهل نجحت الداخلية فعلاً في الوصول للمجرم اللي اشتهر إعلامياً باسم سفاح النساء؟ ولا نكتشف بعد شوية أن ده مجرد كبش فدا بتحاول أجهزة الأمن تغطي بيه على فشلها في تحقيق الأمن في الشارع المصري؟ الصورة جاهزة يا جماعة؟ طب نزلوها لو سمحتوا. دي صورة حصرية للشاب اللي الداخلية بتتهمه أنه ورا جرائم القتل المروعة اللي أصبحت كابوس بيطارد كل عيلة مصرية. هنوليكم بمعلومات أكتر خلال الحلقة، خليكم معانا ولحظة بلحظة.
الو؟ ايوه يا بابا، انت فين؟ يا بنتي ما هو انا لازم اروح المديرية الاول علشان اعرف. يا سلام يا ليلى، هو انا يا حبيبتي عمري خبيت عنك حاجة؟ المهم انت بس تاخدي بالك من نفسك لغاية ما اجيلك. طيب بقولك اقفلي دلوقتي عشان معايا ويتك. ايوه يا ايمن، مين قال لعصام يحقق معاه؟ مفيش حاجة اسمها هو اللي جابه، احنا هنلعب. اسمع يا ايمن، انزل له دلوقتي وقول له يبعت الواد على الحاجز لغاية ما اجي. يا ابني افهم، انا ما بحبش الطريقة دي، احنا مش ماسكين ده الشال. انا جاي على طول. يلا سلام. ما تشاهل شوية يا مصطفى. حاضر يا فندم. زوق حتى من أي شارع جانبي عشان تتفادى الزحمة دي. حاضر يا فندم. كده بقى ممكن نبتدي. ده عملت كده ليه يا لا؟ وإيه بينك وبين النسوان دي خليك تعمل كده فيهم؟ أنت بتعقد يالا؟ لو ما اتكلمتش دلوقتي حالاً أنا هعلقك. هو مرنم بيه عادل بيه بيقول لك وقف تحقيق معاه ونزله حجز. طالما الغول قمر احنا ننفذ، بنشوف اخرة الدلع ده ايه. اتفضل. ده يا ابني اللي بره، انت زفت. هو مرنم بيه نايم على ودنك. مؤاخذة يا باشا، خد الواد ارميه الحجز. تعال. الحمد لله بالسلامة يا شبح. اوبا شكلك وارد عصام بيه. الله 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 الله، ايه المعاملة دي؟ وانا اللي قلت ما صدقت لقيت حد يجي يونسني. عيب. سجارة؟ ما بتدخنش؟ بلاش. طب ايه؟ روب كرس؟ بلاش. الشاويش قال انك قاتل اربع نسوان، يخوفني. بس على اني عم راجل، لان النسوان دي كلها كده تستاهل الذبح. انت متردش عليا ليه؟ هتسوق الهبل على الشيطانه وهتعمل لهم فيها مجنون. ياكل ياكل معاهم. ايوه يا عم كده، فك يا عم. اقول لك على حاجه الدنيا مش محتاجه، بس انت قال له لازم تتكلم معاه وتاخده وتدي عشان ما تنساش الكلام. محسوبك زيكا، مسجل سرقة بالإكراه. يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا حبيبي يا ابني، يا ترى بيعملوا فيك ايه؟ إلهي خليك هتطمن على ابني، قبضوا على ابني من غير سبب والله، ابني بريء، هدخل بس اطمن عليه. ما ينفعش يا أمي، في ناس أعلى مني ورا مني. اعمل معروف يا سعاده البيت، الله لا يسيئك، ربنا يخليك، هدخل اطمن عليه واشوفه بعينيا. بس هو ابني ما عملش حاجه. الهي خليك تسيبني ادخل. الهي تسيبني اشوف. سيب الحاجه تعالي يا حاجه. الهي ربنا يكرمك ويخليك، ابني بريء والله يا سعاده البيت، ما عملش حاجه خالص. ابنك مين يا حاجه؟ ابني نادر اللي انتوا قابضين عليه جوه.
بريء وما عملش اي حاجه. طيب طيب ما تقلقيش، لو كان بريء هيسيبوه. ما قلقش ازاي؟ مش حضرتك عندك عيال برضو؟ صدق وتؤمن بايه؟ انا لولا الظروف اللي انت فيها دي كنت قفشت عليك عشان ما بتردش عليا، وانت ما تعرفش قفشه زيكا عامله ازاي. زيكا ده ملوش وجود اصلا. الله، ما انت بتتكلم زينا اهو. حمد لله بالسلامه يا عم، امال مدوخني معاك ليه؟ سيادتك اللي مدوخ نفسك يا باشا، ومش هتوصل لحاجه من اللي بتعمله ده. انا عارف انك ظابط من اول ما دخلت. ظابط مرتاح قوي، مش من الجماعه الشقيانه. انت مبرشم مالا ولا ايه؟ الدبله اللي في ايدك دي بلاتين وفيها فسوس الماس صغيره قوي. انت بقى من ساعه ما دخلت شاغل بالك بحته الحديده دي؟ فالصو، الدبله دي سويسري ومفيش في مصر كلها حد بيجيبها غير تلات جوهرجيه بس، وزيكا اللي سيادتك داخل عليا بيه ده ما يعرفش حتى محلاتهم فين. حوار الدبله دي اساسا فراكس. وزن سعادتك زاد قوي بعد الجواز، ما قدرتش تخلع الدبله من صباعك. اخرج يا باشا، خد دش والبس هدومك الحلوه. انا ما عملتش حاجه عشان يحطولي ظابط يطلع مني معلومات. افتح يا ابني. كشف زياد؟ عظيم، ده كويس مش وحش. كويس ازاي بس يا فندم؟ لانه عرفنا ان الواد ده مش سهل، بالعكس باين عليه عيل ذكي ولماح ومركز قوي، وده معناه ان طريقتك معاه عمرها ما كانت هتوصلك لحاجه يا سي عصام. يا باشا واد زي ده هيتعبنا قوي لحد ما نطلع منه بحاجه. هنشوف. طب باشا معلش بعد اذن سيادتك، يعني مش في احتمال ان الواد ده يطلع مش هو؟ في ازاي يا فندم؟ انا متاكد ان هو. ايه اللي تحت ايدك من ادله يخليك متاكد ان الواد ده هو اللي ارتكب الجرائم دي كلها؟ يا باشا ما انا قلت لك سيبهولي وانا نطقلك امه. يا اخويا ما هو كان في ايدك جرايه يا عصام، ده انت ما عرفتش تخليه يفتح بقه بكلمه واحده. يا باشا انا لحقت اعمل حاجه؟ انا يا دوب لسه بقول يا هادي ايمن بيدخل اخده مني. ما تقلقش ما تقلقش، هرجعه لك تاني، بس دلوقتي انا عاوز اشوف ام الواد ده. ماشي خش. يا زياد يا حبيبي يا ابني. اهدي يا ست منيره عشان نعرف نتكلم، يمكن تقدري تساعديه في المصيبه اللي ودى نفسه فيها دي. يا باشا بقول لك مش هو، اكيد مظلوم، ده ابني ياما شاف ظلم، هو ناقص يا ربي. طيب قولي لي يا حاجه، انت تعرفي حد من الستات دول؟ لا والله العظيم ابني لا يمكن يعمل كده، حتى اسالوا عليه كل الناس اللي يعرفوه. ما هو احنا كمان مش قابضين عليه فترة يا حاج، احنا عندنا ادله، وكل الادله بتقول ان هو اللي خطف الستات دي وقتلها. يا مصيبتي، وهو هيعمل كده ليه بس؟ اهو السؤال ده انا عايزك انت اللي تجاوبيني عليه. انا ما اعرفش حاجه. طب انت ما لاحظتيش عليه مثلا انه كان متغير شويه في الفتره اللي فاتت؟ ابدا يا باشا. وهو عمره ما راح لدكتور نفساني؟ ده انا ابني مخه يوزن بلد، اكيد انتوا اللي غلطانين. احنا مش غلطانين يا حاج، انا بقولك عندنا ادله. للاسف بقى ان هو اللي مش عايز يساعد نفسه ولا يساعدنا. طب خليني اشوفه وانا اخليه يقول لسعادتك كل اللي انت عايزه. يا ريت، بس ما اظنش هتقدري تشوفيه قبل ما يخلصوا مع التحقيق. خليني اشوفه يا باشا، ابوس ايديك خليني اشوفه. هنشوف. مش كده الاحسن يا باشا؟ سيادتك قعدت معاه قبل ما اشوف امه. اللي عمله الواد ده مع زياد بيقول ان اعصابه هاديه قوي، المقابله دي هتهزله الهدوء ده شويه وبعدين اشوفه.
ماما انت اللي جابك هنا؟ هيكون ايه اللي جابني على ملا وشي غيرك؟ حقك عليا. صحيح اللي بيقولوه ده؟ انت اللي قتلت الستات دي؟ ما تخافيش شده وهتزول. رد عليا، انت ليك دخل باللي حصل للستات دي؟ بقول لك يا ماما ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا ابني؟ اذا كان الضابط بيقول ان التهمه لابساك لابساك ده كلام. كلام؟ طب ولما انت سليم ومالكش دعوه بحاجه كده ما بتردش عليهم ليه؟ انا حر. حر؟ انت ايه اللي حصل لك؟ ايه اللي بدلك كده؟ كله منها، من يوم ما عرفناها ما شفناش يوم عدل في حياتنا، ربنا ينتقم منها. كفايه بقى يا ماما، انت لسه عاوزه تظلميها تاني؟ حرام عليكي. حرام عليا؟ انا اللي حرام عليا يا قليل الربايه؟ هي اللي عشتها حرام في حرام، ضيعت نفسها وضيعتك معاها وخربت بيتنا، منها لله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. برضو مش عايزه تقولي لي مين اللي كنت بتتكلمي عليها انت ونادر؟ ده موضوع قديم بيني وبين ابني، مالكوش دعوه بيه خالص يا باشا. بقى كده ابني بريء يا باشا، ومتهيألي ان حضرتك سمعته وهو بيقول لي كده زي ما سمعت بقيت كلامه. عن اذنك انا اتاخرت قوي ولازم اروح. استني. ضغطنا يا باشا على الولايه لحد ما حكت لنا ايه الحكايه. الست قلقت على ابنها يا عصام وقررت انها تحميه. لو كنا ضغطنا عليها اكتر من كده كان ممكن تخترع لنا اي حكايه والسلام. بس احنا كده يا باشا ما كسبناش اي حاجه من مقابلته لامه. لا ازاي بقى يا ايمن؟ عرفنا ان الولد ده وراه سر، وان السر ده مرتبط بواحده، ومهمتكم انتوا بقى انكم تعرفوا مين الوحدة دي وايه هو السر ده. الو يا سمير بيه؟ لا احسن احسن الحمد لله. طيب يا اخي وصلني بيه ده الوزير. ربنا يستر. مساء النور يا فندم. الله يبارك في سعادتك يا فندم. يا فندم احنا لسه يا دوب قابضين على الولد ومحتاجين شويه وقت. طب ودي انا هعمل لها ايه سعادتك؟ حاضر 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 يا فندم، انا هتصرف. مع الف سلامه سعادتك. مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. خير يا باشا؟ الست المذيعه دي مهيجه الدنيا علينا في البرنامج بتاعها. انا المذيعه دي مفيش غيرها اكيد. نهال مفيد، ادي سعادتك اللي واخدينه من حريه التعبير والكلام الفاضي ده. بقول لك يا ايمن. اه يا باشا. انت تعرف توصل للست دي؟ طبعا سياده. طيب وصل لها وخليها تكلمني في الاستراحه دي اللي بياخدوها في نص البرنامج. تمام باشا. قصدي حضرتك الفاصل. فاصل؟ الفاصل ولا الاستراحه يا عم زياد؟ ادي زفت والسلام. باشا افتح لنا بقى التلفزيون. اه يا كريم. بص يا ابني، هو سفاح ولا مش هو؟ ده السؤال اللي بيسألوه الناس لبعض. مش يمكن يكون مظلوم؟ مش يمكن يكون كبش فدا للتقصير والإهمال، ولا الموضوع كله فيلم عشان الناس تنسى مشاكلها الحقيقية؟ الكلام كتير والحقيقة بتضيع. ودلوقتي هسيبكم مع تقرير عن ردود فعل المواطنين في الشارع على الخبر. اللي هو عادل على التليفون. هو طلب أكلمه؟ يا
يظهر ان الشغل اللي احنا عملناه وجعهم قوي. طب بكلمه. اطلب حضرتك دلوقتي؟ لا اتقل اتقل خلاص انا هقول لك امتى. طيب حاضر يا استاذ. والله يا ابني احنا غلبنا ساعه يقولوا مسكناه لا مش هو، محدش عارف الحقيقه فين. انا عن نفسي هحبس بناتي في البيت لحد ما يتاكدوا انه هو. سفاح مين بس؟ انت مصدق ان في حاجه اسمها سفاح اصلا؟ ده حاجه كذا اسلعوه اخترعوها عشان يلهوا الناس بيها. والله يا باشا احنا مع الشرطه واقفين معاها عشان مصلحه البلد، بس الواد اللي انا شفت صورته ده شكله طيب وابن ناس مش بتاع الكلام ده. ده المعد بتاع البرنامج يا باشا. رد عليها يا ايمن خلينا نشوف اخرتها. تمام صح. الو يا كريم. طيب ماشي خليك معايا ثانية واحدة. الو ايوه يا سيدي معاك معاك اتفضل. الو سيادة اللواء. يا مدام نهال. ايوه يا فندم معاك. معانا على التليفون اللواء عادل هلال مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، هيطلعنا على آخر المستجدات. ايوه يا فندم حضرتك معايا. ايوه يا فندم معاك. سيادة اللواء تحب تقول ايه الملايين المصريين اللي بيسمعوك دلوقتي عشان تطمنهم؟ اولا احب اقول انه مش دور الاعلام انه يشكك في كل شيء ويفسد عمل الاجهزه الامنيه. انتوا كده اللي بتقلقوا الناس. يا فندم انا مش فاهمه حضرتك ليه عصبي كده، يعني لما انتوا كوزاره الداخليه مش عارفين تطمنوا الناس يبقى الاعلاميين يطمنوهم، دي شغلتنا. ما بيتهيأليش ان احنا غلطنا في حاجه. مين قال بس ان احنا مش فارق معانا اننا نطمن المواطنين؟ والله لو حضرتك مهتمه قوي انك تطمنهم اتفضل طمنهم، الا لو ما عندكش حاجه تطمنهم بيها. من فضلك يا مدام نهال مفيش داعي تقولي كلام على لساني انا ما قلتوش. حاضر يا فندم، بس يا ريت لو سمحت تجاوب على السؤال، هل الشاب نادر مصطفى كمال اللي انتوا قبضتوا عليه هو فعلا سفاح النساء ولا لا؟ الامور دي ما بتتاخدش بالطريقه دي يا مدام نهال. امال بتتاخد ازاي يا سياده اللواء؟ ما انتوا من اقل من شهر قبضتوا على واحد وقلتوا هو ده السفاح وبعدين طلع مش هو. هل المره دي انتوا متاكدين ولا هنلف في نفس الدايره ثاني؟ احنا دلوقتي في مرحله التحقيق، ولما يبقى عندنا نتائج مؤكده هنعرضها على الراي العام. وما انتوا ما عندكوش معلومات مؤكده، قلتوا ليه انكم قبضتوا عليه؟ احنا اللي قلنا برضو. احنا ما قلناش حاجه خالص. انتوا كاعلام اللي قلبتوا الدنيا من غير ما يكون عندكم معلومه واحده. ادينا بنكلم حضرتك عشان ناخد معلومات مؤكده. زي ما قلت لك يا مدام نهال احنا في مرحله التحقيق، والشاب ده رهن التحقيق لانه مشتبه في انه هو اللي ورا جرائم الخطف والقتل اللي حصل. طب وانتوا مشتبهين فيه على اساس ايه؟ والله انا مش مطالب اجاوب على اسئله تضر بسير التحقيقات. لما التحقيق يخلص هنعرض التفاصيل عليكم، والحد ده ما يحصل احنا عايزين نطمن المواطنين ونطالبهم ايضا باتخاذ الحذر اللازم. عن اذنك بقى عشان اشوف شغلي. امسك. هتقولي الواد ده من الحبس حالا. وجهز السلطان. وزي ما حضراتكم سمعتم محدش عارف حاجه في البلد دي. الداخليه بتقول خدوا بالكم، والولد المسكين اللي اتقبض عليه جايز ما يكونش له علاقه بالموضوع. من فضلكم كل واحد يخلي باله من نفسه. أشوفكم بكرة في نفس الميعاد، وتصبحوا على ألف خير. متأكد إن هو؟ يا باشا متأكد هو. قتلت الستات دول ليه؟ أنا ستات؟ دول. يا ساتر ده مين اللي عمل كده؟ حاجة بشعة جدا. ده انت ناوي تستهبل بقى. ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. الصور دي يا نادر اتبعتت لأهالي الضحايا بعد اختفائهم بكام يوم. انت متقراش جرايد ولا ايه؟ ده البلد كلها عارفة الموضوع ده. ولا حتى بتتفرج على تلفزيون؟ انا لا غاوي جرايد ولا بتفرج على تلفزيون. انا بسمع من بعيد وما بصدقش حد. ما بتصدقش؟
طب انا هوري لك صوره تانيه يمكن تصدق. ايه رايك انت ده ولا اخوك التوام؟ انا فعلا. بس الصوره دي جت عند سعادتك ازاي؟ الصوره دي نشرها واحد على الفيسبوك زي ما انت شايف، وكتب ان الست اتجننت وماشيه مع واحد قد بنتها. ده سوء ظن واتهام الناس بالباطل. الصوره دي اتاخدت لعزة كامل قبل اختفائها على طول. بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتوله اتبعتت لبنتها. تقدر تفسر لي يا نادر ليه كنت انت اخر واحد ظهر معاها قبل ما تتقتل؟ سعادتك، الست دي عربيتها وقفت في حته مقطوعه وانا كنت معدي بالصدفه. طلبت مني اغيرلها فرده الكاوتش. اتفاجئت انها المطربه المشهوره بس اللي بحبها قوي، ولما قلت لها يعني ان انا من اشد المعجبين بيها فرحت جدا. ظهر عادل بيه انها ما بقاش حد يسال عليها من يوم ما اعتزلت. بس وغيرت لها فرده الكاوتش وبعدين اصرت توصل لي. ادي كل اللي حصل. انت قلت يا عادل بيه، تعرف اسمي منين؟ سعادتك اشهر من نار على العالم. هو في حد في البلد ما يعرفكش؟ ليه بقى ان شاء الله؟ نجم سيما ولا لعيب كوره؟ بلاش لوع وقول لي دغري تعرف اسمي منين؟ يا فندم اكيد سيادتك عارف اني كنت بشتغل محامي ومعرفتي لضباط الداخليه من صميم شغلي. ايه راي سعادتك بقى؟ مش تفسير مقنع. ماشي ماشي يا نادر، خلينا في عزة كامل. مالها سعادتك؟ بعد ما وصلتك حصل ايه؟ ولا حاجة. روحت على البيت وقعدت اسمع اغانيها وانا مبسوط. هل عندك دليل ان كلامك ده حصل؟ وفي دليل انه ما حصلش؟ ولا بلاش شغل المحامين ده. ليه بس يا فندم؟ هو شغل المحامين وحش ولا ايه؟ وبعدين الضابط والمحامي هدفهم واحد، تحقيق العدل. بص يا ابني، الظاهر ان انت مش مقدر خطورة الموقف اللي انت فيه. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات، ودي جريمة مش بسيطة. انا عارف انها جريمة مش بسيطة، بس تفتكر سعادتك يعني جريمة زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها اي حاجة؟ ازاي مفيش فيها اي حاجة؟ انت متصور فيها مع الضحية. وانا ما انكرتش، بس انا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقه بنفسها. يعني عنصر الاجبار مش موجود. ولو فرضنا ان في علاقه بين الصوره وبين جريمه خطف، فالاقرب بقى ان عزه تكون هي اللي خطفاني مش انا اللي خطفها. يا سلام يا عادل بيه، سيادتك لو حولتني النيابه دلوقتي بدليل زي ده هاخد اخلاء سبيل فورا وبدون اي ضمانات. ده غير بقى ان انا كمان ممكن اطعن ان الصوره دي مزوره وننتدب خبير ونعيش بقى مع بعض. يعني يا نادر انت مرتب نفسك قوي. مش مسألة مرتب نفسي ولا حاجة، ساعدتك حط نفسك مكاني. انتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد ان اتصورت معاها؟ لا، وايه عايزين تشيلوني 3 جرائم قتل كمان فوق البيعة، كل ده عشان خاطر صورة؟ لا يا نادر، مش عشان صورة. وزي ما انت مرتب نفسك قوي، احنا كمان مرتبين نفسنا. انا مش فاهم سعادتك. هتفهم دلوقتي. ادخل. تعال يا سلطان. اوامر سعادتك يا باشا. انت شغال في البنزينه اللي في طريق الواحات في 6 اكتوبر مش كده؟ ايوه يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزه كامل انت قلت انها جت عندكم البنزينه ومونت عربيتها. ايوه حصل سعادتك. طيب انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجه بالتفصيل. هو كان في شاب سايق عربيه. شاب ايه؟ سايق العربيه يا باشا. سايق العربيه؟ والست عزة كانت قاعدة في الكرسي اللي جنبه. وانت كلمتها؟
لا يا باشا، دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا انها كانت سكرانه مبلبعه حاجه ضربه اي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبه عن الوعي. اكتر من كده يا باشا، بقول لحضرتك مش هنا، مسافره بعيده يا باشا. طب قول لي يا سلطان، تحت امرك، هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربيه؟ هو يا باشا. لا، انا عايزك تقرب منه يا سلطان وتبص كويس وتركز علشان تبقى متاكد. هو يا باشا، انا متاكد. هو متاكد؟ متاكد. طيب يا سلطان، تقدر انت تروح دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا شكرا سيادتك يا باشا. ايه يا نادر، يا ترى ايه رايك في الكلام ده؟ يعني ايه شهادته ملهاش قيمه؟ حضرتك رحت البنزينه دي قبل كده؟ لا، انا رحتها. البنزينه دي في حته مقطوعه، وبالليل الاضاءه بتبقى ضعيفه، يعني الاخ السلطان ده صعب جدا يشوف اللي جوه العربيه ويحفظ ملامحه في الظروف دي. ما هو اتعرف على عزة كامل في نفس الظروف. ده لان عزة فنانة مشهورة وهو عارف شكلها من قبل كده. بس لو فرضنا ان انا اللي كنت سايق وده مش حقيقي، فصعب برضه انه يحفظ ملامحي لغاية النهاردة. سيبك من الكلام الفارغ ده يا نادر، احنا عندنا شاهد وشهادته يعتد بيها. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ السلطان ده حصل. يبقى شبهة الخطف موجودة. الضحية تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام، فين بقى العربية بتاعتها؟ بلاش، ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانة؟ خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها، أو إنها كانت سكرانة زي ما قال الشاهد بتاعكم. كلام ده تقوله في المحكمة يا عادل بيه؟ مرحلة المحكمة دي احنا مش هنوصلها اساسا. المحكمة عاوزة قضية، وسعادتك مفيش عندك قضية. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت، جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. بعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل، جبت منين الكلام ده؟ من الصور، الصور اللي اتبعتت لاهالي الضحايا. بس دي مش ادلة ادانة على جريمة قتل. وسعادتك استاذنا وعارف اكتر مني ان اي جريمه قتل محتاجه جثه وسلاح جريمه ودافع، وسعادتك ما عندكش ولا واحده من دول. يعني ببساطه ما فيش عندك قضيه اصلا، وكبيرك هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الاخر برضو هتخرجني. وانا بقى عشان حبيتك مش هرفع قضيه على الداخليه اطلب فيها تعويض كبير على الضرر اللي وقع عليا. إذا كان ده رهانك تبقى غلطان. أنا عارف كويس إن أنت اللي قتلت الستات دي، ومش هسيبك، مش هسيبك إلا وأنت متعلق في حبل المشنقة. حتى لو فرضنا تاني إن كلامك مظبوط، معرفة سيادتك مش دليل إدانة. تقدر تقول لي سيادتك إيه الرابط بيني وبين عزة عشان أعمل فيها كده؟ أو إيه الرابط بيني وبين بقية الضحايا؟ بلاش، إيه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمة طالعة من فيلم أمريكاني، المجرم داير يخطف الستات ويقتلهم كده غلاسة؟ بص يا ابني، إذا كنت فاكر نفسك ذكي، فأنا قاعد قدام مني زيك كده الأذكى منك 100 مرة. وبرضه رميتهم في السجن زي ما حرميك بالظبط. انا كان نفسي يا نادر انك تتعاون معايا، لاني بجد عاوز اساعدك. شكلك باين عليه ابن ناس، ما انتش وش اجرام. لا
لكن اهو انت اللي اخترت الطريق الصعب، انت حر، بس في الاخر مش هتلاقي حد تلومه الا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مشتبه فيه عادل بيه مش متهم. وطول ما سعادتك ما جاوبتش على أسئلة اللي أنا سألتها هفضل مشتبه فيه وهخرج. نادر، انت مش ناوي تحكي لي على اللي الست والدتك ضربتك عشانها وإيه علاقتها بالقضية؟ إيه، واحدة من الضحايا؟ دور سعادتك وانت توصل لإجابة. طب ولما انت عارف إن أنا أكيد حوصل للإجابة توفر على نفسك وعليا التعب ده كله وتحكي لي إيه اللي حصل من الأول؟ سعادتك مش هتصدقني. جرب. مش يمكن أصدقك؟ ساعتك مش هتصدق غير الحقيقة اللي هتوصل لها بنفسك، وساعتها بس هنقعد ونتكلم. أنا يوم ما أوصل للحقيقة يا نادر مش هقعد أتكلم معاك، أنا هجيب لك إعدام. يا نادر، تحب تحكي انت ولا احكي انا الاول؟ عن ايه؟ عن حنين. لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجة واحدة عايزين نتكلم عنها احنا الاتنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي ساعتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ طب مش انا قلت لك قبل كده جرب تحكي لي يمكن اصدقك؟ هيحصل بس مش دلوقتي، ولحد ما يكون الاوان انا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الاسئله. تضربوني بقى تكهربوني، انا مش هنطق بكلمه واحده ليها علاقه بحنين. لا 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 لا، انا لا هضربك ولا هكهربك، بالعكس انا بساعدك. بس انت بقى خليك فاكر ان انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. براحتك يا نادر. وياريت سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يكون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقة عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز اتكلم. أمر فندم. رجعوا الحجز. يا أيمن، أنا عايز أعرف كل حاجة عن اللي اسمها حنين دي في أسرع وقت.
ها ايه رايك؟ اما نشوف يا متر. ادخل تعال يا نادر اقعد. حافظ بيه طبعا. نادر ده يا حافظ بيه اشطر محامي عندي هنا في المكتب، وانت عارف ان انا ما بجاملش في شغلي. دي شهاده غاليه جدا يا فندم. الاستاذ بيقول في حقك كلام جامد قوي يا استاذ نادر. ربنا يخلينا دايما عند حسن ظن. نادر انت عارف طبعا ان حافظ بيه له قضيه عندنا هنا. ايوه يا فندم، وقريت الملف بتاعك كويس كمان. تمام، وايه رايك فيها؟ والله يا فندم القضيه نفسها ضعيفه وسهل جدا نجيب فيها براءه لولا مشكله واحده. ايوه ايه هي؟ شهاده الشهاده اللي اسمها شهناز حلمي. مش قلت لك خالفت في الملاعب؟ اهي دي بقى المهمه يا بطل اللي انا جايبك علشانها. احنا عايزين المحكمه تستبعد الشهاده من القضيه. يا ريت يا فندم. بس ازاي؟ النيابه مقدمها على انها خضره الشريفه، لكن انا اعرف انها كانت متجوزه المعلم شحته الدكش وهبشت منه قرشين وخلعت. شحته الدكش بتاع المخدرات؟ تخيل. ودلوقتي بقى الست شاهناز دي جايه عايزه تضايق سعاده الباشا، يرضيك كده؟ شفت قله الادب؟ خلاص يا فندم، لو قدرنا نثبت الكلام ده تبقى القضيه خلصت. هنثبته ازاي؟ واللي اعرفه ان شحته الدكش عليه قضيه كبيره وهربان منها كمان. انا بقى وصلت للمعلم الدكش واتفقت معاه، والراجل ابدا استعداده انه يساعدنا بشرط. شرط ايه؟ ان قضيته تبقى في المكتب بتاعنا هنا، وحافظ بيه هو اللي هيدفع الاتعاب. اتفاق مش وحش والله. المشكله بقى ان شحته الدكش وصبيانه متستخبيين في مكان وما بيتحركوش منه، وعايزين اي حد يروح عندهم عشان يجيب ورقه الجواز العرفي، وانا اخترتك انت للمهمه دي. وانا تحت امر سعادتك. الورقه دي فيها عنوان الدكش وفيها رسم توضيحة عشان تقدر توصل للمكان بسهولة. أنا عايزك تقوم تروح دلوقتي على طول، بس خد بالك المنطقة دي فيها لبش. يا أستاذنا أنا تربية رود الفرج، يعني الحاجات دي ما تفرقش معانا. خلاص اتوكل على الله، بس أول ما تمسك الورقة في إيدك هناك تتصل بي على طول. ليه بس كده يا حاج؟ ده الاستاذ مفهمني انكم اتفقتوا خلاص. رجعت نفسي يا استاذ، عندك مانع؟ لا ابدا لا سمح الله، انا بس عايز اعرف انت ليه غيرت رايك يعني؟ بصراحه كده مش ضامنكم. ليه؟ ده احنا ناس كلمتنا زي السيف. سيف مين بس يا استاذ؟ المحامي ملوش كلمه دلوقتي، انا معاشرهم وعارفهم اكتر منك. طب ممكن اعرف انت قلقان من ايه؟ قلقان طبعا، تاخدوا مني الورقه وبعد كده امك في العش ولا طهر. واحنا نعمل ليه كده بس؟ ايه لازمتها هتشوف وشي تاني؟ ما خلاص خلصت حاجتي من جارتي. لا مؤاخذة بقى يا حاج، يعني كلامك مش مظبوط، لان الاستاذ مهدي من مصلحته ان يمشي اتفاقه معاك، لان قضيتك دي هتبقى قضيه جديده تدخل المكتب، وانت عارف ان هو ما بياخدش قليل. ما انا عشان عارف ان هو ما بياخدش قليل وبياخد كتير، خايف لسي حافظ بتاعك وده يلحس كلامه. يا عم الحاج حافظ الشديد ده معاه فلوس ياما، والمصيبه اللي هيخرج منها بسبب الورقه اللي معاك دي ما تسويش حاجه قدام الفلوس، ده ما هيصدق. هو بني ادم طماع يا استاذ. حتى لو طمع الاستاذ مهدي مش هيسيبه، لان شغل المخدرات مش كتير عندنا في المكتب، وقضيه زي بتاعتك دي لما نجيب لك فيها براءه ان شاء الله هيجي لنا شغل كتير. صدقني مفيش داعي للقلق، هات الورقه بقى وخلينا نبدا شغل. نبدا شغل؟ بتسجدني حضرتك ولا بتشتغلني؟ كل ده عشان تاخد الورقه؟ ياه على اللف والدوران. امسك العقد اهو، بس اوعى اوعى تعمل معايا اي حركه غادر، سواء منك من الاستاذ بتاعك
من الزبون بتاعكو مش هرحمكو. مش ايه؟ مش هترحمنا يا حاج. على افوادلك قالها المعلم، مش هرحمكو. انت فاهمني؟ ربنا ما يجيبش حاجة وحشة. ان شاء الله ما يجيبش حاجة وحشة، بس اوعى الشيطان بقى يوزكم ويقول لكم الراجل ده مستخبي ولا هربان ومش هيعرف يطولنا. لا هطولكم وهجيبكم من قفاكم واحد واحد وهعلقكم. حقي ما سيبوش على جثتي، حقي اعرف اجيبه من حباب عنونكم. سيادتك عدى عليك الورقه دلوقتي، انا هخليها بكره الصبح. طيب ماشي، مع السلامه. مع السلامه. استنى عندك يا عمر. يا غالي هات العده اللي معاك دي وغور من هنا. مش هينفع والله، اصل عندي مكالمات مهمه لازم اعملها في السكه يعني. بعد اذنك. هتهزر يا حمك؟ طب ايه رايك ان انا هاخد تليفونك واعلعك هدومك؟ الشنطه دي فيها ايه يا فلوس؟ لا والله، دي فيها هديه صغيره كنت جايبها لست والدتك بس ما لقيتهاش في البيت. ايه رايك تاخدها انت تديها لها؟ ده انت قليل ادب بقى وعايز تتربى. شاهد على روحك يا حالتها. اغمى عليه بس. طب يلا امشي بسرعه، انت عارف ده مين؟ ما لحقناش نتعرف والله. ده البلطجي بتاع الحته واصحابه ما يتعدوش، لو صحي وشافك مش هتطلع من هنا سليم. طب وانتي؟ انا ايه، هو شافني اصلا؟ ده لو فوقته دلوقتي هيشكرني. يلا امشي. بس في ايه تاني؟ انا متشكل يا عم، انت لسه هتسبن. امشي بسرعه، اوعى تيجي هنا تاني لا يقطعوك. شفتوا اللي حصل لي؟ ما كنتوش هتشوفوني تاني ابدا. دخلت فيلم اكشن ما اعرفش عملته ازاي، بس فجاه قلب رومانسي. هو الواد حلو بصراحه. كان بيسبلني. شكلها ايه بقى البنت دي؟ قمر ولا موناليزا؟ يخرب بيت عقلك، الموناليزا حته واحده احلى كمان.
انت اصلك ما شفتش هي عامله ازاي؟ اسمها ايه بقى الموناليزا بتاعتك دي؟ ايه؟ اسمها ايه؟ معرفش. معرفش ايه؟ طب هتقابلها تاني امتى وازاي؟ برضه معرفش. كل حاجه معرفش. قوم يا انت من هنا. قوم قوم بلاش قلب الدماغ. يلا يلا يا عم. ايه يا عم في ايه؟ وانا لسه تلميذ عندك في المدرسه؟ وريتك تلميذ عادل. تلميذ خيبان. انت عارف يا نادر لما كنت في سنك؟ لا ارحمني من حواديتك دي. استنى افهمك وانا شاب صغير. افهمك انا بقى، انا امي زمانها مستناني في الصاله دلوقتي ورافعه لي الشبشب، لازم امشي. سلام. طب استنى استنى ما تشوف اللوحه واحد توصل لحد فين. هاجي لك بكره يا ابني. استنى. باي باي. يعني انت سبتني ملطوعه هنا ورحت عديت على سي شاكر ده الاول؟ معلش يا ماما، انت عارفه ان راجل كبير ومحدش بيسال عليه غيري وهقوله بثوابه. ما هو لو كان اتجوز وخلف زي بقيه الناس كان لقى حد يسال عليه. معلش، كل واحد دماغه مريحه. ايوه، اوعى بقى دماغك تطلع زي دماغه وتتجنن وتفكر تعيش عازب زيه كده. لا ما تقلقيش، من ناحيه ده انا اتجوز اربعه. انا ما بهزرش. بقول لك ايه، عارف ابوك الله يرحمه لما جه يتقدم لي كان اصغر منك بيجي 3 4 سنين. طب مش يمكن يكون هو ده السبب اللي خلاه ما يعمرش كتير في الدنيا يا منيره؟ اخرس يا قليل الادب. قصدك ايه، انا اللي جبت اجله يعني؟ بهزر معاك. الله، انا ما بهزرش، قلت لك بتكلم بجد. بقول لك ايه، خالتك نهد وبنتها جيهان جايين يتغدوا معانا بكره. بجد؟ ينوروا. هو ايه اللي ينوروا وانا بستاذن منك؟ انا بقول لك عشان تعمل حسابك انك تيجي على الغدا معاهم بكره، فاهم ولا لا؟ حاضر يا ماما. طب انا هنام بقى عشان عندي شغل بدري الصبح. ماشي، صباح الخير. وانت من اهلك. نادر، اصحى يا نادر. يلا يا حبيبي، الساعة بقت 7:30، هتتأخر على المحكمة. طيب. يا صباح الفل. انت هنا ليه؟ مش عندك محكمه النهارده؟ القاضي اجل القضيه شهر. صباح الخير يا استاذ. صباح النور، عمل خير القاضي. تعال ورايا عايزك. حاضر. خير يا استاذ. فاكر قضيه مصنع السيراميك؟
ايوه يا فندم. انت عارف ان لها جلسه بعد اسبوع؟ ايوه عارف. طيب فاكر حسنين عمران؟ مش ده اللي كان مدير الشركه من 5 سنين؟ بالظبط. اقعد. حسنين عمران كلمني امبارح بالليل والظاهر ان له طار قديم مع المدير اللي موجود دلوقتي، وعايزين بقى نقوم بالواجب. طبيعي يا فندم، اصل المدير الجديد لما جه دور ورا حسنين وطلع عليه مخالفات كتير وعمل هليله كبيره بالموضوع ده. ياه، وانت عرفت الكلام ده منين؟ من ملف القضيه. ملف القضيه مكتوب فيه الكلام ده؟ لا مش مكتوب فيه كده طبعا، بس في كام حاجه كده لما دعبست وراهم عرفت الكلام ده. واضح ان انت فاهم كويس جدا. حسنين بقى عايز يرد القلم للزبون ومعاه ورق يوديه في 60 داهية، بس ليه شرط، ما يظهرش في الصوره خالص. وماله يا فندم، نبان احنا وهي مصلحه واحده في الاخر. طيب انا كلمت حسنين واتفقت معاه انك تروح له وتاخد منه الورق وتبص فيه، في اي ملحوظه، في اي حاجه مش واضحه تساله. مفهوم. ده بقى عنوان الشركه بتاعته، بس اوعى تروح للشركه عشان محدش يحس. حاضر. في كافيه اول الشارع، اول ما توصل عنده تكلمه في التليفون، هو هينزل لك على طول. حاضر. واضح كده؟ واضح. تمام؟ واضح. توكل على الله. مع السلامه. توفيق. شكرا. هو انت ما عندكيش غير خالتي قالت وعمتي سوت؟ ايه؟ هو انتوا عيلتكم دي ما بتخلصش؟ يا بنتي احنا اقل بيت بيخلف 7-8 عيال، مش زيكم خايفين تخلفوا عشان مش لاقيين تاكلوا. خش يا بنت الفلوس اللي في شويله، مش عارفين تعدوها من كترها. حنين اللي واقف هناك ده شبه ابن خالتي. اشرف صح هو. والله يا بنتي الواد ده باين عليه بيحبك، شوفي بيبص لك ازاي. ريحي نفسك، ما ينفعش، احنا اخوات في الرضاعه، وبعدين لو عاجبك قوي انا ممكن اكلمه لك واخليه يرضى بيكي. امشي، ده يغور عشان من ريحتك. طب يلا اسبقوني انت، هشوف عايز ايه واجيلك. ماشي، بس ما تاخدهاش حجه عشان تفضلي واقفه هنا طول النهار ورانا شغل. يلا. صباح الخير. صباح الفل. ايه تتجوز؟ متجوز ليه؟ انا جاهز تلف. طب تعالى نقف بعيد شويه، مش طالبه المدير يشوفني هو حاططني في دماغه اصلا. ايوه حسنين بيه، انا وصلت الكافيه خلاص اهو. ساعه ليه بس؟ احنا مش متفقين على الميعاد مع بعض. هروح فين يعني؟ هستناك طبعا. يا ريت لو سمحت. متشكر قوي، مع السلامه. تاني يا اشرف، انا مش فاهمه انت بتودي الفلوس دي كلها فين. ما انت عارفه يا نونو المرتب ده تعبان على الاخر. لا المرتب كويس، لكن الحباب اللي انت بتشربه ده هو اللي منفضك اول باول. وحياتك عندي ابدا، بس انت فاهمه انا مستلف من طوب الارض، اول لما باخد القبض بقى كل واحد ليه حاجه بيجي ياخدها. ها قلت ايه؟ ماشي، هم 300 جنيه مفيش غيرهم، واعمل حسابك دي اخر مره هتطلب مني فلوس يا اشرف. ملهمش بقى اي لازمه الكلمتين دول، انت عارفه كويس ان هي مش هتبقى اخر مره، بس عموما ربنا يخليك ليا ست البنات. يلا سلام. استنى هنا، ايه النداله بتاعتك دي؟ مفيش ازيك، عامله ايه؟ ولا انت ضربت على الفلوس كده وخلاص؟ شكرا. والله ابدا، انا بس مش عاوز اخرك على الشغل عشان ما يحصلكيش مشكله. عموما انا هشحن دلوقتي واكلمك. يلا باي. تؤمر بحاجه تانية يا فندم؟ متشكر. ايه ده؟ ايه الصدفه دي؟ دي احلى صدفه في الدنيا. بس عارفه ان انا مش متفاجئ. ليه؟ هو انت كنت عارف ان انا بشتغل هنا؟ لا، بس كنت عارف انت ساكنه فين بصراحه، فقلت اكيد يعني ان احنا هنتقابل تاني يا حنين. اسمك حلو قوي. لو عامل حسابك اني ممكن انقذك من اي مصيبه تقع فيها تبقى غلطان، ده مكان شغلي وانا مش عايزه فيه مشاكل. لا والله انا مش بتاع مشاكل خالص. طيب على فكره احنا بنعمل هنا تشيز كيك حلو قوي، تحب اجيب لك؟ لو عاجبك اكيد هيبقى حلو. ماشي هجيبها واجي على طول. حنين. نعم. نادر. نعم. اسمي نادر. ما هو انت اكيد بتقولي في سرك مين قليل الذوق ده اللي عارف اسمي وما قالش على اسمه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. عن اذنك. اتفضلي. لو سمحت. بصي بقى يا منيره يا اختي، جيهان هي اللي جابتني بدري النهارده،
قال ايه؟ عايزه تعمل الغدا بنفسها علشان ما تتعبكيش. حد يصدق ان جيهان بنت امبارح تقوم بغدا اربع تنفر لوحدها؟ بنت امبارح ده ايه؟ ما هي كبرت وحلوت اهي وبقت عروسه زي القمر ما شاء الله. هو نادر راح الشغل ولا ايه؟ يا حبيبتي، بس هيجي على الغدا ان شاء الله. ده يا حبيبي فرح قوي لما عرف ان انتوا جايين لنا النهارده. لو ما عجبتكش مش هخليك تحاسب، عشان ما تقولش ان انا بدبسك او حاجه. كده تعجبني طالما عجبك. على اذنك. اتفضلي. اؤمر يا فندم. ايه يا نسا حنين؟ انا فضلي النهارده خالص يعني. لا يا فندم ما اقدرش، ده حضرتك زبوننا. حضرتك عارف هتختار ايه ولا اجيب لك المنيو تختار؟ انا خلاص اخترت من زمان قوي، بس اللي اخترته تعبني قوي. اتفضل حضرتك مليني الاوردر. مالك يا حنين؟ ما كنتش مبسوطه؟ البيه بتاع كل يوم ده. مالي طلب ايدك؟ مش ناقصاك يا نجوى، كفايه عليا لسه الظرف بتاعه. ما يمكن غرضه شريف. شريف ايه؟ انا فاهمه الحركات دي كويس. خد يا بنتي بلغ الاوردر بتاعه، خلينا نخلص منه. ايه يا بنات الوقفه دي؟ واحنا جايين نشتغل ولا جايين نهزر؟ ابدا يا مستر، احنا بنبلغ الاوردر. طب يلا يا وام، مش عايز دلع. انا هروح اشوف شغلي يا مستر. استني يا حنين، انا عايزك. نعم. فكرتي؟ وحضرتك ليه مش قادر تفهم ان دي مش سكتي؟ شوف لك واحده تانية وسيبني في حالي. بس انا مش عايز اي واحده، انا عايزك انتي. الاسطوانه دي انا حافظاها كويس يا مستر. حضرتك متجوز وعندك عيال، يا ريت تركز في بيتك وعيالك احسن. طب ايه بقى اللي جاب سيره العيال والبيت في اللي احنا بنتكلم فيه؟ دول هيبقوا هما تحلمش بيه. نعم. واذا كان على الحرمانيه نكتب عقد عرفي. قلت ايه؟ هات لي قهوه يا ابني. سوري يا استاذ نادر، معلش اتاخرت عليك شويه. لا ابدا يا فندم. تشرب ايه؟ لا ما عنديش اي وقت. من فضلك ادي الورقه اهو، بص عليه كده ولو في اي حاجه انا معاك. بالهنا والشفا يا فندم. استني بس، مستعجله كده ليه؟ ايه ده، اوعى ايدك. وجعتك يا فندم؟ الاوردر قدامك، في طلبات تانيه؟ عايزك تاخدي بالك مني شويه، زي الترابيزه اللي هناك دي، ولا لازم الواحد يبقى ملون عشان تاخدي بالك مني؟ يا استاذ عيب، ما يصحش كده. عيب عليا انا برضه؟ لا عيب عليك انت. سيبي زبون بيجي يوماتي وتبصي لزبون اول مره تشوفيه، صدقيني ما يغركيش الالوان دي. انا مش ابيض واسود، بس لو جربتيني مش هتسليني ابدا. لا ده انت قليل ادب بقى. انت بتقول ايه؟ ما تفوقي لنفسك، نسيتي نفسك ولا ايه؟ فين المدير الزفت دوت؟ ايه يا احمد؟ يا استاذ نادر من فضلك ما تشغلش بالك، كل يوم في الكافيه ده بيحصل كده اكتر. من فضلك بص على الورقه. ايوه يا باشا، امرني. انا عايز افهم دلوقتي، انا باجي هنا بدفع فلوس ولا بتاكلوني صدقه؟ صدقه ازاي يا باشا؟ ده خيرك على المحل كله. الهانم طلبت منها اوردر جايبه لي اكل غير اللي انا طلبته، ومش عاجبها اللي فتحت بوقي وبساعه. والله العظيم يا فندم ده الاوردر اللي هو طلبه. انت تسكتي خالص، ما اسمعش حسك. انت ايه، هتعدلي على كلام الباشا ولا ايه؟ اتفضلي من هنا يلا، اتفضلي. احنا اسفين جدا يا سعاده الباشا، اسمح لي اخد انا الاوردر تاني. بعدين بعد ما الهانم بتاعتكم ما سدت نفسي؟ ما عاشت ولا كانت يا باشا. انا هقرص لك ودانها، والاوردر اللي نزلته غلط ده هيتخصم من مرتبها، واحنا لينا بركه غير رضا سعادتك يا باشا. امرني. كلام الورق يا استاذ نادر؟ تمام يا ريس، انا فهمت كل حاجه. طب انا حمشي الوقت، ولو في اي حاجه خلي الاستاذ يكلمني. يلا السلام عليكم. مع السلامه. وعليكم السلام. ولا ادفع ثمنه ليه يا مستر؟ والله العظيم انا نزلت كل اللي طلب. مش عايز مناقشه يا حنين، ده احسن زبون بيدفع تبس في الكافيه كله، ودي اول مره يعمل مشكله، يعني اكيد الغلط من عندك انت. والله العظيم هو اللي غلطان. خلاص الموضوع خلص، عشان تبقي تعرفي تعاملي ازاي الناس. وياكي اياكي تخرجي بره قبل ما الزبون يمشي، احنا ما صدقنا هديناه. انت اللي غلطانه يا حنين، يعني عارفه ان الراجل عينه منك، ما تقولي له كلمتين كده تثبتيه. ده راجل قليل الادب يا سحر،
ساعة ما شافني بتكلم مع ترابيزة خمسة وهو بيتلكك لي. وهو مين ده اللي على ترابيزة خمسة؟ اوعي تقولي لي قريبك، والله شفطلك وشك. لا مش قريبي بس معرفة يعني. معرفة سود وما جابتلكيش غير المشاكل. بقولك ايه؟ ما تعرفيني عليه كده ما دام نجمكم مش راكب على بعض. وهو يعني ما يبقاش خرج بره. اصل الواد بصراحة أمر. خلاص بقى. خلاص بقى بطلي عياط. معلش. الشيك يا فندم. حضرتك اللي جايبه بنفسك؟ غريبة يعني. وإيه الغريبة في كده؟ يعني أنت مدير المكان، أمال فين بقية الناس؟ مشغولين. حضرتك هتحاسب ولا في أسئلة تانية؟ نور. ما خلاص بقى يا حنين، هتفضلي زعلانه كده؟ خلاص اللي حصل حصل بقى. يا بنتي علقه تفوت ولا حد يموت، الخيبه دي. الحمد لله. بقى انسه حنين دقيقه واحده لو سمحت. طيب روح وانا احصلك. مستناكي ولا نركب احنا؟ لا لو الميترو جه كاب انا هاخد اللي بعده. اوكي ماشي. سلام. ترابيزه خمسه انا هاخد البيت. انا اسف لو كنت فاجئتك، بس انا حسيت ان يعني حصل لك مشكله النهارده فكنت حابب اطمن عليك. يظهر ان كل ما بتشوفيني بيحصل لك مشكله اكبر. لا خالص ما تكبرش الموضوع، انا اللي عايشه في القرف ده من زمان. حقك عليا، انا اسف. اسف على ايه؟ يعني على اني مش عارف اعمل لك اي حاجه في المشاكل دي. لا خالص، انت مش عارف انا ارتحت ازاي لما اتكلمت معاك. طب كويس، هيبقى طلع لي اي فايده بدل ما كله مشاكل وقلق كده. ممكن اخد رقم تليفونك؟ يعني عشان لو جه حد يضربني تاني اكلمك تيجي تنقذيني على طول. تصدق بالله انت دمك خفيف. والله انت ما عندك دم. معلش يا ماما اتشغلت ونسيت الموضوع ده خالص. طب والمحروق اللي اسمه الموبايل اللي معاك؟ سكوتي مش قطع شحنه وما لقيتش شاحن. ما انا عارفاك، هو انا هخلص معاك. معلش انا هتصل لك بخالته وهصالحها. خالته بس؟ طب والبت الغلبانه اللي وقفت بنفسها تعمل لك الاكل بايديها؟ وجيهان كمان هكلمها وصالحها يا كمان. في حاجه تاني؟ والله العظيم انا لو منها ما بص في وشك تاني. انا مش عارفه البت دي مستحمله عمايلك دي على ايه. ربنا يديم المعروف يا ابو نادر. لعلمك بقى محدش هيستحمل عيشتك المنيله دي غير البت الغلبانه دي. وعايزه انصحك نصيحه، لما تيجي تتجوز تاخد اللي بتحبك مش اللي انت بتحبها. ربنا يتوب علينا بقى من العيشه المنيله دي. يا واد افهم بقى، اهم حاجه في الست انها تستحمل جوزها، ومحدش هيستحملك غير اللي بتحبك. يا ماما يا حبيبتي ريحي نفسك من الموضوع اللي بتفكري فيه انت وخالته ده، لانه مش هيحصل. ليه بقى ان شاء الله؟ لان جيهان دي زي اختي الصغيره، مش هقدر اشوفها غير كده. بلاش كلام اهبل، انت ما عندكش اخوات، وبعدين انت لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي ضفيرها. دي حقيقه، جيهان دي احسن واحده في الدنيا وتستاهل واحد احسن مني. صباح الخير يا حبيبتي. عامل ايه في الواد ده يا رب؟ استغفر الله العظيم يا رب. ده انا يا دوب يا بنتي بقول له هو احنا مش هنتجوز، ولا ايه لك وش وقلب زي اللي حكموا عليه بالاعدام. وحياتك يا اختي كلهم منظر واحد، الطينه من العجينه بقت حاجه تقرف. من لينا. مساء الخير. ايه ده؟ هو انت؟ افتكرناك حد بيعاكس. لا والله انا بس كنت عايز اسال على حنين، اصل بقالي كام يوم كده ما بشوفهاش مروحه معاكم وبكلمها ما تردش على التليفون بتاعها. ايه ده؟ انت ما تعرفش انها عيانه ولا ايه؟ عيانه؟ مالها؟ ما اعرفش هي عيانه عندها ايه، بس هي كلمت المدير وطلبت اجازه، قالت انها عيانه قوي.
من غير لف ودوران، هتتجوز تاني؟ مش هرد على الكلام الهبل اللي انت بتريده. وحياتي هترد؟ هتتجوز؟ اتجوز ايه يا عبيطه انت؟ ده انا ما اقدرش اعيش يوم واحد من غيرك، اروح اتجوز. محدش ما يقدرش يعيش من غيرها. انا بقى ما اقدرش اعيش من غيرها. وبعدين لا قدر الله يعني لو جرالك اي حاجه بعد 50 سنه هموت نفسي وراجع على طول. ما تشغل عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ عايز تموت كافر. طيب لو كده بقى يبقى مفيش قدامي غير حل واحد بس. ايه؟ تتجوز. عايش ميت لغايه ربنا ما يجمعني بيكي في الاخر. تحبني بجد؟ بحبك. بحبك لدرجه اني اللي فاكر الدنيا كان شكلها ايه قبل ما اشوفك، ولا قادر اتخيل ممكن تبقى عامله ازاي لو انت مش فيها. حبيبي ربنا يخليك لي. ربنا ما يحرمني منك. بحبك. وانا كمان بحبك. هانت يا حنين، هانت قوي حبيبتي. الو الو، مين معايا؟ انا شادي اللي قابلتك في المترو واخدت منك الموبايل بتاعك عشان اكلم والدتي من غير زعل يعني. سامحيني، انا سمحت لنفسي اخد رقمك معايا على تليفون امي عشان حسيت ان انا ما شكرتكيش كويس في المترو يعني. الحكايه ما تستاهلش، المهم ان والدتك تكون بخير. ده انت جميلك على راسنا من فوق. ده انا وامي ما لناش سيره غيرك والله. أنسة ضحى، أنا عارف إنك أكيد فاكراني بعكس، بس الكلام ده مش حقيقي. أنا عارف إن أنتي بنت ناس ومتربية، وأنا ماليش في كده خالص والله. أنا مهندس بترول ومن عيلة كويسة ومحترمة. طيب يعني أدام أنت زي ما بتقول كده، ولازمتها إيه بقى الحركات اللي أنت بتعملها؟ أنسة ضحى، أنا من ساعة ما شفتك وأنا مش قادر أنساكي، صورتك قدامي على طول. واكون سعيد الحظ يعني لو وافقتي تتجوزيني. انت بتقول ايه؟ انسه ضحى، انا عارف ان الكلام اللي بقوله لك دوت ممكن يبان انه جنان وكلام مفاجئ بالنسبه لي، بس والله انا بتكلم بجد. انا شغلي بيخليني اقعد شهر بره مصر وشهر في مصر، والمره دي كنت نازل اجازه عشان ادور على عروسه، ولما قابلتك كنت رايح انا وامي نشوف عروسه جايبها لنا ناس قرايبنا يعني. بس صدقيني طول ما انا قاعد معاها وصورتك قدام عينيا مش قادر انساها خالص. ولما روحت حلمت بيكي، وحلمت بابويا بيديني الشبكه عشان اقدمها لك. معرفش، انا بفهمش في الحاجات دي. انا عارف كويس ده معناه ايه. ده معناه ان انت نص التاني، وانا مستحيل افرط فيكي. انا عارف ان الكلام ده ممكن يخليكي مقطوفه حبتين، فعشان كده لو تسمحي لي يعني تديني فرصه بس طول الفتره اللي انا قاعد فيها في مصر اكلمك في التليفون عشان تعرفيني اكتر، ولو قدرت اقنعك بشخصيتي تحددي لي ميعاد مع عيلتك واجي اقابلهم انا ووالدتي. عشان كده انا هسيبك دلوقتي تستوعبي الموقف وهكلمك بالليل ان شاء الله. لا بالليل، لا اخويا بالليل بيبقى موجود، وبعدين لو حس بحاجه هيطين عيشتي. بص كلمني بكره في نفس الميعاد. خلاص اتفقنا، بكره ان شاء الله زي دلوقتي كده هكلمك. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. الله يسلمك.
الو، اللواء عادل هلال. ايوه انا، انت مين؟ مش مهم انا مين، مهم انا طالب سيادتك ليه. الست اللي انتوا بتحققوا في قتلها دي وراها سر، دور عليه، لان السفاح مش هو اللي قتلها. عن اذنك. الو الو يا باشا، في حاجه ولا ايه؟ خد النمره دي يا ايمن، عايزك تعرف لي هي باسم مين، وتحدد لي المكان اللي كلمتني منه دلوقتي في اسرع وقت ممكن يا ايمن. حالا يا باشا، حالا بسرعه. يعني ايه مش باسم حد؟ والله سعادتك سيدي العارفين، الخطوط دي بقت بتتباع في الاكشاك، اي حد ممكن يشتري خطه من غير بطاقه كمان. طب ما ده تهريج ده، واحنا هنا اللي بندفع التمن. والله يا باشا الوزاره بتحاول مع شركات المحمول، بس للاسف الموضوع برضو ماشي سبهلله. يا اخي، واللي كلمني ده كان بيتكلم من انه مصيبه، حتى على كورنيش النيل من مصر القديمه الحلوان. عموما يا باشا هو صحيح قافل الخط دلوقتي، لكن اول ما يفتحه اقدر احدد مكانه وابلغ سعادتك. مش هيفتحه. يمكن يفتحه. يا اخي اسمع وانت ساكت، مش هيفتحه. اللي كان بيكلمني ده واضح انه حريص جدا وفاهم كويس هو بيعمل ايه، والنمرة دي زمانها اترمت في اي مصيبة. ده مش بتقول كان بيتكلم من على الكورنيش؟ مظبوط سعادتك. خلص مكالمته معايا ورماها في النيل. الو الو، أنسة ضحى، صباح الخير. أنا آسف لو بكلمك في وقت مش مناسب. لا أبدا أبدا، أنا صحي من بدري، أصل أنا لازم أفطر أخويا حمدي قبل ما يروح الشغل. أنت عارفة، بص يا ستي، أنا طول عمري كان نفسي يبقى عندي أخت بنت، أصل إحنا أربع صبيان وأنا أصغر واحد فيهم، أخذ العنقود بقى زي ما بيقول، عشان كده تلاقي البيت كله مدلعني حبتين. ما انا كمان الصغيره، وحمدي اخويا زمان كان مدلعني على الاخر، بس بقى من يوم ما كبرت هو بقى يوم كده ويوم كده. ازاي الكلام ده؟ اللي زيك لازم تتعامل معامله الاميرات، واحده في رقتك وفي طيبه قلبك لازم تتشال على الراس. يعني مش قوي كده، انت بس اللي ذوق. على فكرة أنا عمري ما كلمت شاب في التليفون ولا ليا في الحاجات دي أبدا، بس حاسة كده إنك طيب وابن حلال وجد وملكش في قلة الأدب، لولا كده ما كنتش أكلمك. إحساسك في محل. أنا برضو طول عمري ماليش يعني في موضوع البنات ده. أصل أنا بصراحة راجل جد حبتين، لما فكرت أتجوز بقى ابتديت ادور على واحده شبهي يعني، لغايه بقى ما قابلتك يعني، وحسيت ان انت نصيب اللي ربنا شايله. انت بتكسفني بالكلام ده. بص بقى، احنا انت لازم تحكي لي عن نفسك كل حاجه، وانا كمان هقول لك عن نفسي كل حاجه. خلاص اتفقنا. بص يا ستي. الو، اللواء عادل هلال. ايوه انا عادل، مين معايا؟ قلت لك انت ماشي غلط في القضيه دي يا عادل. ليه مصر تركب دماغك؟ اديك هتودي واحد بريء في ده. انت مين يا ده؟ عايز ايه بالظبط؟ من غير عصبيه، انا عاوز ايه؟ عاوز انورك وارجعك عن الغلط اللي بتعمله. انا مين بقى؟ أنا السفاح الحقيقي، ولو عاوز دليل على كلامي ده استنى الضحية الجديدة قريب. سلام.
ممكن يكون حد بيستظرف يا باشا. لا ده يا عصام اللي كلمني ده عارف كويس هو بيعمل ايه. طب مش يمكن يا باشا حسين ده ليه شريك هو اللي اتصل يعني عشان يبعد الشبهه عن حسين؟ جايز يا ايمن جايز. انا مستغرب هو جاب النمره بتاعت حضرتك الخاصه منين؟ انت عارف يا زياد يا اخي ان انا نمرتي مع اي حد. بعدين الحكايه دي ما بقتش صعبه، كل الناس ليها معارف في شركات المحمول يقدروا يجيبوا لهم نمره اي حد في اي وقت. كنا عايشين كويس قبل ما يخترعوا لنا الزفت ده راخر. الو صباح الخير يا ضحى. ضحى انا معاد سفر النهارده وطيارتي بعد 6 ساعات ولازم اشوفك ضروري. المره دي هغيب شويه. لا ما ينفعش لازم اشوفك. خلاص نص ساعه مش اكتر. حاضر هقول لك فين بالظبط. ايوه يا فندم بس والله يا حسام بيه انا ومتاخر. حضرتك بس قولي انا اعمل ايه بعد اللي حصل لبنت هاشم. حاضر حاضر بس حضرتك ظبط لي الناس الجداد وانا هتصرف. لا يا رئاسة لا انا تحت امرك تحت امر حضرتك. مع الف سلامة مع الف سلامة. طلع عليك الدور. الو ايوه شادي انا وصلت. انت فين؟ ازاي يعني اوصل قبلك؟ طيب طيب بص انا اول ما تدخل كده هتلاقيني في اخر ترابيزة على الشمال. طيب مستنيك بس ما تتأخرش. ماشي سلام. صباح الخير يا فندم. موري بحاجة؟ صباح الخير بس 5 كده يعني في حد انا مستنياه على وصول. مين مستنياه حد؟ براحتك براحتك. نادر ازيك يا هبي؟ ازيك يا ولد عامل ايه؟ الحمد لله. لوحدك ولا معاك حد؟ لا لوحدي. طب اقعد 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 تشرب ايه؟ ربنا يخليك يا ناصر. قول يا هبي شوفه يشرب ايه. تشرب ايه يا فندم؟ شويه شاي. حاضر يعني ايه؟ أنا قلت يا سيدي أجي أشرب معاك القهوة هنا عشان نتكلم بعيد عن دوشة مكتبي. سعادتك تنور في أي وقت يا فندم. الشغل اللي عملته في قضية السفاح هايل يا عادل. ما تتصورش الموضوع ده كان قالب الدنيا إزاي. يا باشا أنا ما عملتش غير شغلي. معالي الوزير كان معايا على التليفون من شوية وكلفني يا سيدي أبارك لك أنت والرجالة اللي معاك. الله يبارك في سعادتك يا فندم. وما تقلقش أنا هنتهز الفرصة دي وأكلمه في حكاية طلوعك على المعاش. بس مش هينفع في التليفون، هخليها وش في وش أحسن. مفيش لزوم للتعب سعادتك. أولا أنا شغلي واضح مش محتاج حد يتكلم عنه، وبعدين كمان أنا مش عايز اتسبب لسعادتك في اي حرج. حرج ايه يا راجل؟ ده انا من مصلحتي انك انت تفضل معانا على طول. هو سهل ان الواحد يلاقي حد زيك يا عادل. الله يعزك يا فندم. الحقيقه انا بالنسبه لي يعني الحكايه سيان محصله بعضها. لو طلعت معاش ابقى ختمت حياتي بقضيه كبيره، ولو استمرت في الشغل خير وبركة. إن شاء الله هتقعد معانا 10 سنين كمان. قولي أنتوا قفلتوا ورق القضية كويس؟ عادل القضية دي كبيرة ومش عايزين فيها أي ثغرات. الحقيقة احنا بنحاول نقفل المحضر على أحسن وجه، بس الواد ده كان هيوفر علينا كتير قوي لو كان اعترف. هو لسه ما اعترفش؟
لا لسه سعادتك، والظاهر كده انه له شريك بره بيحاول يبرقه من بقيه القضايا. على العموم احنا نعمل شغلنا كويس ونسيب النيابه والمحكمه يعملوا هما كمان شغلهم. تمام سعادتك. ايه؟ هترد على التليفون؟ لا دي مكالمه مش مهمه. يعني سيادتك سبت السجون؟ خساره والله. خساره ايه يا راجل؟ هو انا مكتوب عليا الشقه؟ كفايه عليهم لحد كده؟ انا قصدي يعني خساره للمساجين. اصل سيادتك بصراحه بني ادم مفيش منه. انا متشكر يا نادي، بس يعني انا اول مره اشوفك هنا يعني. اصل انا معدي بالصدفه فقلت اشرب فنجان قهوه. هو سيادتك متعود تيجي هنا على طول؟ يا سيدي من ساعه ما بطلت السجاير وابتديت اشيش باجي هنا 3 مرات في اليوم. اصل انا بيتي قريب من هنا. لا خلاص بقى، كل ما احب اشوف سعادتك ابعدي على هنا. يا ريت يا اخوي، بدل ما انا قاعد لوحدي تسليني. ايه اخبارك؟ ايه طمني عليك. الحمد لله، باخد مقاولات تشطيب فلل وهي ماشيه. طب عادي، انت ابن حلال وتستاهل كل خير يا نادي، وان شاء الله ربنا هيعوضك عن الايام السوداء اللي شفتها. عارف يا باشا، من ساعه ما كنت في السجن وانا مش عارف انت ليه بتعاملني كده. يعني ليه بعاملك كده؟ يعني سيادتك ظابط وانا مسجون. بص يا نادي، الظابط بيعدي عليه بني ادمين كتير جدا، بخبرته بيقدر يفرق ما بين المجرم والبريء. وانا من ساعه ما قريت الملف بتاعك حسيت ان انت دخلت السجن ده سوء حظ. سوء حظ؟ ايوه، اللي عملته ده ما يعيبكش. انا لو حد اتعدى على مراتي هعمل اللي انت عملته ده واكتر كمان. ايه يا نادي، انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا، دي صاحبه الفيلا اللي شغالين فيها دلوقتي. معلش بقى يا فندم، انا هضطر استاذن. طب يلا يلا قوم شوف حالك، بس اشوفك تاني ان شاء الله. مع السلامه. متشكر. مع السلامه. الو. ايوه يا شادي، ايه اللي اخرك كده وكمان ما بتردش على التليفون؟ انا خلاص كنت هقوم امشي. معلش يا ضحى، انا اسف والله، اصل عملت حادثه صغيره كده بعربيتي، كنت بتكلم مع صاحبي العربيه الثانيه وسايب موبايلي في العربيه. يا خبر ابيض، حادثه ايه؟ طب طمني عليك، انت كويس؟ طمني يا حبيبتي، انا كويس، بس معلش مش هينفع ادخل بقى، لازم اودي العربيه دلوقتي التوكيل عشان يطمنوا عليها بعد الحادثه. بقولك ايه، انا راكن عربيتي بعد الكافيه بيجي 50 متر كده، ايه رايك تيجي معايا التوكيل وهو بالمره نقعد بعيد عن زحمه الكافيه؟ طيب ماشي. طيب انا جايه، بس المهم انك ما تاخرنيش، انا انت عارف لازم اكون في البيت قبل ما حمدي يرجع. ماشي، دقيقه واحده وابقى عندك. اتفضلي. ايه ده؟ انا اصلي اخدت بالي انك متعوده تاكلي الباقي. هو انت ايه، مفيش حاجه ما تاخدش بالك منها ابدا؟ انا باخد بالي من الحاجات اللي تخصك وبس. البان حلو قوي على فكره. بجيبه معايا من مطار دبي، اصل وداني بتوجعني لما بركب الطياره. جبتلك شوية فسيخ ورنجة وبصل من اللي قلبك يحبهم يا ضحى. ضحى ضحى، مساء الخير يا عادل بيه. قلت لك انت ماشي غلط، ما سمعتش كلامي. عموما دليل براءة حسين موجود على ازاز عربيتك،
ياريت تنزل تاخده قبل ما يروح كده ولا كده. أكلمك تاني بعدين. سلام. أيمن قوم معايا بسرعة. خير يا باشا؟ فيه هفهمك واحنا نازلين على السلم. بسرعة تعال. عن إذنك يا باشا. يا باشا مش يمكن الموضوع ده فيلم عشان حسين يخرج بموضوع جرى إعصار؟ يعني واحد هيروح يقتل واحدة مخصوص علشان يطلع حسين براءة؟ يا فندم. فندم ايه يا اخي؟ كده كده حسين معترف بقتل مراته، يعني مساعدة اي حد له مش هتفرق معاه كتير. وبعدين ايه الصعب اننا نعترف ان احنا غلطنا؟ احنا غلطنا. بدل بقى ما نتمادى في الغلط ونروح في سكة ما نعرفش نهايتها ايه، لا نقف ونحاول نصلح الغلط ده. حسين قتل مراته؟ لكن حسين هو السفاح؟ لا، السفاح حر وطول الوقت عايز يقول لنا انه حر. ايه يا باشا، بس دي حاجه غريبه قوي. يعني انا لو مكانه كنت ما اصدق ان حد غيري شال القضيه. الكلام ده يا ايمن لو هو عايز يداري على جرايمه، انما اللي بيعمله السفاح ده من اول يوم بيقول انه عايز الناس تعرف وتهتم. طب ايه اللي يخليه يعمل كده سعادتك؟ أو إجابة السؤال ده عنده هو شخصيا يا زياد. يعني سعادتك شايف اللي بيكلمك في التليفون ده هو السفاح فعلا؟ طبعا. خلي بالك إن هو ما اتكلمش في التليفون غير بعد ما احنا أعلننا إن احنا قبضنا على السفاح، علشان كده جيري علشان يحاول يثبت براءة حسين. والموضوع كده بقى بيتعقد أكتر سعادتك. فعلا، بس عشان نبسط الموضوع بقى نسيبنا خالص من موضوع حسين ده. سيبونا من موضوع حسين وخلونا نرجع تاني للمربع اللي كنا واقفين فيه قبل ما تتقتل هايدي مرات حسين. تمام سعادتك يا باشا، اتفضل. دلوقتي احنا عندنا ثلاث ضحايا، رشا هاشم وعبير محيي والضحية الثالثة المجهولة. سعادتك احنا شغالين على صاحبة الصورة وخلال يومين نكون عرفنا يا مين. مفيش يومين يا عصام، بكره الصبح يكون عندي تقرير بكل المعلومات عنها. هي مين؟ ساكنه فين؟ بتشتغل ايه؟ مين اهلها؟ والاهم من ده كله، هل في رابط بينها وبين الضحيتين التانيين ولا لا؟ طول ما احنا مش قادرين نربط بين الجرائم دي وبعضها عمرنا ما هنقدر نعرف مين السفاح ده وبيعمل كده ليه. هاي، افتكر انك انت اللي واقف قدامي، مش انت برضو في العربية السودة؟ طب استنى خليني اقلب نور لحسن اكون واقفة ورا حد تاني. مساء الخير يا نجمتي. هاي، ازايك؟ انا بصراحة مش مصدق ان انا شايف حضرتك دلوقتي، يعني ده كان حلم كبير بالنسبة لي. ميرسي، بس شكلك كده بكاش كبير. لا خالص، حضرتك اللي ما تعرفيش انا معجب بيك يا بيه. هتفضل واقف كده؟ انا ممكن افضل واقف كده العمر كله. مش قلت لك انك بكاش كبير؟ بس حقيقي مش هينفع يعني تفضل انت واقف وانا قاعده في العربيه. وبرضه ما ينفعش ان حضرتك تنزلي تقفي في الشارع، لان في ظرف خمس دقايق بس الشارع ده كله هيتملي ناس ومش هنخلص من معجبين. طيب خلاص، لف واقعد جنبي يعني علشان اعرف اتكلم معاك براحتي. اوكي. انا كنت فاكره انك اكبر من كده. دي حاجه وحشه؟ لا 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 لا، بس يعني انت صغنن على انك تبقى منتج وصاحب شركه وصاحب استوديو ومحطه. اصل انا ابن وحيد وبابا الله يرحمه توفى من 3 سنين وساب لي مبلغ مش بطال. ولما حضرتك هتعرفيني اكتر هتعرفي ان الفن بيجري في دمي من وانا صغير. فلما جيت اعمل بيزنس كنت عارف انا هعمل ايه. ايوه فهمت. لما نروح الشركه ان شاء الله هوري حضرتك خطه الانتاج الخمسيه. يا رب تعجبك، خصوصا ان حضرتك ليكي نصيب الاسد فيها. طب هي الشركة فين؟ بعيدة عن هنا؟ للأسف بعيدة شوية. أنا عارف طبعا إن أنا حطيت حضرتك في موقف بايخ بالوقفة دي، بس غصب عني
عربيتي قتلت في الشارع ده و... وانت عارفه العربيات دي كلها كمبيوتر وما ينفعش اي حد يلعب فيها. عارفه بس ما تقلقيش، انا بعت السواق يجيب العربيه الثانيه مش هتاخر. ماشي، بس يعني ما ينفعش، خلينا نتحرك ولما يجي السواق يبقى يحصلنا. مش عايزه اتعبك. يا سلام، لا تعب ولا حاجه. اوكي طيب، تحب نروح الاستوديو الاول ولا الشركه الاول؟ ايه اللي يريحك؟ انا بصراحه حابب افرجك على الاستوديو. خلاص يبقى الاستوديو. هو فين؟ هو للاسف مش قريب. بابا الله يرحمه كان سايب لي حته ارض صغيره كده، فبنيت عليها بلاتو سينما واستوديو صوت وجهزتهم باحسن المعدات. عارف انا بقالي قد ايه ما دخلتش استوديو؟ ان شاء الله هتدخلي وتنوري وهتعملي احلى شغل. ثانيه واحده. الو، ايوه احمد، انت فين؟ طيب هات العربيه وتعالي على الاستوديو. يلا ما تاخرش. سلام. اتحرك؟ ثانية واحدة أجيب شنطتي من العربية فيها فلوس وأوراق. ماشي. يلا بينا. اوكي. انا مش فاهم يا اصل بابا الله يرحمه كان دبلوماسي واشتغل فتره طويله في سفارتنا في باريس وله صحاب كتير فرنساويين. فهمت. لما كنت هناك الاسبوع اللي فات قابلت واحد منهم واداني هديه مش ممكن تلاقيها في السوق. والله ايه هي بقى؟ ليكار. اول ما اداها لي قلت لازم افتحها في مناسبه مهمه، ما لقيتش طبعا اهم من ان اقابل عزه كامل واشرب معاها في صحن رجوعها تاني للساحه الغنائيه. مازن، عارف انا بموت بالليكر. عارف. يا سلام، عارف ازاي يعني؟ انا اعرف عنك كل حاجه. عارفه ما ينفع توصلي؟ طبعا. او انا بقى مجنون عزه كامل. تحب افتح لك تدويها؟ لا لا، ما ينفعش انا بسوق. طيب ممكن حضرتك تركني على جنب واسوق انا عشان تعرفي تشربي. ايه رايك؟ مثلا انت غريب يعني. ماشي. طب قول لي بقى ازاي هتشرب وانت سايق؟ هبقى اشرب لما اوصل الاستوديو. يعني ايه؟ يعني انا اشرب لوحدي؟ الازازه دي انا جايبها على شرفك يا ست الكل، ونمر عليا مش عايز اي حد يلمس منها نقطه ولا حتى انا. مش هينفع، لازم تشرب معايا. دقيها بس وساعتها انت اللي مش هترضي تديني منها حاجه. قلت ايه؟ هي فين؟ ايه؟ جربي. طب بص، انا هدوقها يعني حابه كده وبعد كده نبقى نكمل مع بعض. اوكي. شفت لك؟ باشا فول. حاضر يا باشا. اخلص يلا مستعجل. حاضر يا باشا. حاضر. مية اتنين وتلاتين يا باشا. نمسك. حاضر، لحظة بس اجيب لحضرتك الباقي. We'll be right back.
عارف اني غلطت لما جيت بعربيتها يعني، بس هعمل ايه؟ خفت ما ترضاش تركب معايا وتقول لي امشي وراك بعربيتي. على العموم انا داريت العربيه كويس ومحدش هيقدر يشوفها. أخيرا خلصنا منهم، حاجة تقرف. بس إيه رأيك يا ست الكل؟ كناهم ما عرفوش يمسكوا علينا غلطة واحدة. يا أخويا كناهم، بس بعد ما وكلناهم كل واحد مروح بظرف فيه مبلغ قد كده، ولولا المبلغ ده كانوا تلككوا على أي حاجة. طب وماله؟ يا بخت من نفع واستنفع. أنا نسيت أبص على باقي البوستة. كل اللي شفته الصبح كان فواتير وناس عايزة فلوس. على الله بقى يطلع وشك حلو ونلاقي شيك تبرعات ولا حاجة. خلاص لو طلع فيه فلوس يبقى ليا نصيب مدام نسرين. الحالة اللي انت فيها دي مش هتنفع. انا عايزك تهدي وتركزي وتحاولي تفتكري كويس. حاضر. مدام عزة ما حكتلكيش اي تفاصيل عن طبيعة المشوار اللي كانت رايحاه ده؟ لا خالص، اصل مامي كانت طول عمرها تحب تعملي مفاجآت. يعني تفتكري ان المشوار ده كان عشان حاجة تخصك؟ معرفش، هي ما قالتليش غير اللي انا قلته لحضرتك. بس مش غريبة يعني ان انت ما لاحظتيش غيابها الا لما الصورة وصلت لك؟ ما انا قلتلك اني كنت بايتة في الملجأ. ما كلمتيهاش في التليفون حتى؟ كلمتها وكان مقفول عادي، مامي متعودة تقفل الموبايل كتير. وما فيش حد في البيت لاحظ غيابها؟ احنا عندنا بس شغالة واحدة بتجي الصبح وبتمشي اخر النهار، وبعدين مامي متعودة تخرج في اي وقت وترجع في اي وقت. هي خرجت بعربيتها مش كده؟ عندها سواق؟ لا، حاولت اقنعها كتير تجيب سواق بس ما كانتش بترضى. هي مامي كده، ما بتحبش الخنقه وبتحب تبقى براحتها. طيب تفتكري ان اللي حصل ده ممكن مثلا يكون حصل بغرض السرقه؟ معرفش، بس عربيه مامي مش جديده ومش غاليه، يعني محدش ممكن يطمع فيها. وبعدين مامي ما كانتش بتخرج بدهب كتير عشان بيعمل لها حساسية. طيب حاجة أخيرة، لأن أنا الحقيقة مش عايزة أتعبك، هل في بينك أنتي أو الست والدتك أي عداوة مع أي حد تخليه يفكر يعمل كده؟ لا طبعا، إحنا ناس محترمين وعلاقتنا بالدنيا كلها زي الفل. وبعدين بدل ما تضيع وقتي ووقتك في أسئلة ملهاش لازمة، دوروا على اللي عمل كده وهاتوه. مدام نسرين احنا عارفين شغلنا كويس، بس حضرتك علشان نقدر نعمل شغلنا لازم انت كمان تساعدينا بكل المعلومات اللي عندك. انا كل اللي عندي قلته. طيب سؤال اخير، يا ترى انت كنت تعرفي اي حد من الضحايا اللي قتلهم السفاح ده؟ لا. ولا اي حد من اهاليهم؟ والله انا ما عملتش لكل واحده فيهم كشف عيله عشان اعرف. ممكن امشي بقى ولا في حاجه تانيه؟
بقالكوا 4 ساعات بتحققوا معايا زي ما اكون متهمه. لا متهمه ايه لا سمح الله. لا ممكن تمشي. اتفضلي حضرتك، واحنا لما نعوزك هنكلمك. اتفضلي. امشي بسرعة او هتيجي هنا تاني لا اقطع عمرك. ما تسبليش بعينيك كده يا حسن، والله العظيم ما اقوم ابوسك قدام الناس دي كلها ولا يفرق معايا. قتلت الستات دول ليه؟ أنهي ستات؟ دول. يا ساتر، ده مين اللي عمل كده؟ حاجة بشعة جدا. ده أنت ناوي تستهبل بقى. ليه بس سعادتك؟ صور فعلا فظيعة. إيه رأيك؟ أنت ده ولا أخوك التوأم؟ انا فعلا، بس الصوره دي جت عند سعادتك ازاي؟ الصوره دي اتاخدت لعزه كامل قبل اختفائها على طول. بعديها بكام يوم صورتها وهي مقتوله اتبعتت لبنتها. انت متهم بخطف وقتل 4 ستات، ودي جريمه مش بسيطه. انا عارف انها جريمه مش بسيطه، بس تفتكر سعادتك يعني جريمه زي دي ممكن يوجه فيها اتهام بناء على صورة مفيش فيها أي حاجة؟ إزاي مفيش فيها أي حاجة؟ أنت متصور فيها مع الضحية. وأنا ما أنكرتش، بس أنا متصور مع الضحية في عربيتها هي، وهي اللي سايقة بنفسها.
يعني عنصر الإجبار مش موجود. ولو فرضنا إن في علاقة بين الصورة وبين جريمة قطف، فالأقرب بقى إن عزة تكون هي اللي خطفاني مش أنا اللي خطفها. يعني يا نادر أنت مرتب نفسك قوي. ساعدتك حط نفسك مكاني. أنتوا عايزين تلبسوني قضية قتل الست لمجرد إن اتصورت معها. لا وإيه؟ عايزين تشيلوني تلات جرائم قتل كمان فوق البيع. كل ده عشان خاطر صورة؟ مش عشان صورة. زي ما أنت مرتب نفسك قوي، إحنا كمان مرتبين نفسنا. أنا مش فاهم ساعتك. هتفهم دلوقتي. أدخل. تعال يا سلطان. أوامر سعادتك يا باشا. انت شغال في البنزينة اللي في طريق الواحات في 6 اكتوبر مش كده؟ ايوه يا باشا بالظبط. يوم ما اتخطفت الست عزة كامل انت قلت انها جت عندكم البنزينة ومونت عربيتها. ايوه حصل سعادتك. طيب انا عايزك بقى تحكي لي كل حاجة بالتفصيل. هو كان في شاب سايق عربية. شاب ايه؟ سايق العربية يا باشا. سايق العربية؟ كمل. والست عزة كانت قاعدة في الكرسي اللي جنبه. وانت كلمتها؟ لا يا باشا دي ما كانتش هنا خالص. واضح كده يا باشا انها كانت سكرانة مبلبعة حاجة ضربة اي شيء يا باشا. يعني نقدر نقول كده انها كانت غايبة عن الوعي. اكتر من كده يا باشا، بقول لحضرتك مش هنا، مسافرة بعيد يا باشا. طب قول لي يا سلطان، تحت امرك، هو ده الشاب اللي انت شفته سايق العربية؟ هو يا باشا. هو متأكد؟ طيب يا سلطان تقدر انت تروح دلوقتي، ولما نعوزك هنبعت لك. شكرا شكرا سيادتك يا باشا. ايوه يا بنتي طبعا متأكدة. هو طلع سفاح يا اختي كله من قرب. مش عارفه والله هعمل ايه. بفكر اروح للبوليس واحكي لهم بس خايفه يسيحوني. نهار اسود ونايم. صدقي ما جاش في دماغي الحوار ده خالص. افرض صح حارب منهم وجه قتلنا. لا يا اختي انا ماليش فيه اساسا. وبعدين ان هم ما دام قبضوا عليا يبقى حكايتي دي ما تهمهمش في حاجه. مش كده؟ ربنا يستر بقى. هخليني مع سعادتك وهفترض جدلا ان الكلام اللي بيقوله الاخ سلطان ده حصل. يبقى شبهة الخطف موجودة. الضحية تم تغييبها عن الوعي وتم الاستيلاء على سيارتها. تمام. فين بقى العربية بتاعتها؟ بلاش. ليه تم تغييبها عن الوعي؟ ليه ما تكونش مثلا كانت تعبانة؟ خصوصا لو حطينا في الاعتبار ظروف سنها، او انها كانت سكرانة زي ما قال الشاب بتاعكم. كلام ده تقوله في المحكمة يا عادل بيه؟ مرحلة المحكمة دي احنا مش هنوصلها اساسا. المحكمة عاوزة قضية وسعادتك ما فيش عندك قضية. نعم يا اخويا. سعادتك بتقول ان الستات دي اتخطفت. جبت منين يقين ان هم اتخطفوا؟ كل اللي عندك حوادث اختفاء. بعدين سعادتك بتتكلم عن جرائم قتل. جبت منين الكلام ده؟ من الصور. الصور اللي اتبعتت لأهالي الضحايا. بس دي مش أدلة إدانة على جريمة قتل. سعادتك أستاذنا وعارف أكتر مني إن أي جريمة قتل محتاجة جثة وسلاح جريمة ودافع، وسعادتك ما عندكش ولا واحدة من دول. يعني ببساطة ما فيش عندك قضية أصلا. وكبيرة هتحجزني هنا يوم ولا اتنين وفي الآخر برضو هتخرجني. إذا كان ده رهانك تبقى غلطان. أنا عارف كويس إن أنت اللي قتلت الستات دي ومش هسيبك. تقدر تقول لي سيادتك إيه الرابط بيني وبين عزة عشان أعمل فيها كده؟ أو إيه الرابط بيني وبين بقية الضحايا؟ بلاش. إيه الرابط بين الضحايا دول وبعض؟ ولا سيادتك عايز توجه لي تهمة طالعة من فيلم أمريكاني؟ المجرم داير يخطف الستات ويقتلهم كده غلاسة. أنا كان نفسي يا نادر إنك تتعاون معايا، لأني بجد
عاوز اساعدك. انت اللي اخترت الطريق الصعب، انت حر، بس في الاخر مش هتلاقي حد تلومه الا نفسك. خد يا ابني المتهم، رجعه الحجز. مشتبه فيه عادل بيه مش متهم. وطول ما سعادتك ما جاوبتش على أسئلة اللي أنا سألتها هفضل مشتبه فيه وهخرج. ايه يا نادر، تحب تحكي انت ولا احكي انا الاول؟ عن ايه؟ عن حنين. لا سعادتك هتحكي ولا انا هحكي. ليه كده يا نادر؟ ده انا ما صدقت ان انا لقيت حاجة واحدة عايزين نتكلم عنها احنا الاتنين. لسه بدري على الكلام يا باشا. لا الكلام اللي سعادتك هتقوله هو اللي انا عاوز اسمعه، ولا الكلام اللي عندي سعادتك جاهز تصدقه. ليه يا راجل؟ ده مش انا قلتلك قبل كده جرب تحكيلي يمكن اصدقك؟ هيحصل بس مش دلوقتي، ولحد ما يقون الاوان انا متمسك بحق القانوني في الامتناع عن الرد على الاسئله. تضربوني بقى تكهربوني، انا مش هنطق بكلمه واحده ليها علاقه بحنين. لا لا لا، انا لا حضرابك ولا حكهربك، بالعكس انا بساعدك. بس انت بقى خليك فاكر ان انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. ولسه سعادتك تبقى فاكر برضو اني قلتلك لما يقون الاوان، والاوان ده في ايدك انت مش في ايد انا. دور على الحقيقه يا عادل بيه، ولما توصل لها هتلاقيني جاهز لك. رجعوا الحجز. يا ايمن، انا عايز اعرف كل حاجه عن اللي اسمها حنين دي في اسرع وقت. يعني انت عاوز تنكر شهادة الميكانيكي؟ وانكر ليه؟ هي تهمة؟ انا فعلا كنت بروح اصلح عربيتي عند الميكانيكي ده، بس متهيألي يعني ان دي مش جريمة على قد ما انا فاهم. وما لقيتش غير الميكانيكي اللي تحت بيت رشا الضحية الاولى يا نادر؟ بس انا كنت عاوز ميكانيكي كويس والناس دلوني عليه. ولما هو كويس ليه ما صلحلكش العربية من اول مرة؟ ولا انت بقى كنت بتعمل اي حاجه في العربيه عشان تتلكك بيها وتروح له؟ بتلكك ليه بس سعادتك وانا عايز اضيع وقتي؟ هي العربيه اللي كانت بتعملها معايا كل شويه. وده سبب ادعى انك كنت تشوف ميكانيكي غيره طالما لقيته مش عارف يصلحها؟ اكبر غلط سعادتك. الصناعيه زي الدكاتره بالظبط، طالما ابتديت مع واحد لازم تخليك معاه لغايه ما مشاكلك كلها تتحل، لانه بيبقى ادرى واحد بيها. يا سلام. لكن كل شوية هتروح لواحد وتبدأ من أول وجديد، ده غلط، مضيعة للوقت وللفلوس. ولا الاستهبال ده مش هينفعك كتير. استهبال ليه بس سعادتك؟ ما أنا بجاوب على أسئلتك أهو. ولا سعادتك عايز تتهمني بقتل بنت لمجرد إن بصلح حرابيتي عند الميكانيكي اللي تحت بيتها؟ لو موضوع كده بقى لموا زباين كل الميكانيكي ده واحبسوهم معايا. بس كل زباين الميكانيكي ده مفيش ضدهم شواهد في قضايا تانية يا نادر. ولا انا في شواهد ضدي كلها مصادفات. وبعدين من ساعتك قابلته يعني اكيد قالك ان انا رحت له بعد اختفاء البنت،
مش كده؟ آه قال لي. طب لو أنا بقى بروح له عشان أخطف البنت زي ما سعادتك بتقول، إيه اللي هيخلينا أروح له بعد ما عملت اللي أنا عاوزه؟ شفت بقى إن سعادتك ظالمني يا عادل بيه؟ أنا راجل حظ وحش، أدي كل الحكاية. وإيه حكاية العربيات اللي كنت بتأجرها دي؟ إحنا جالنا أصحاب 4 مكاتب تأجير عربيات، كلهم قالوا إنك اتعاملت معاهم في الفترة الأخيرة. حصل، بس برضو تأجير العربيات مش جريمة عشان سيادتك تتكلم عنها كده. ولو حد فيهم قال إن كلت عليه الإيجار أو خبطت عربية وما دفعتش تمن تصليحها أو أخدت عربية وما رجعتهاش، هنا يبقى في جريمة وتهم. بطل استعباط ورد عليا يا عادل. إيه اللي خلاك تأجر العربيات الكتيرة دي في الفترة القصيرة دي؟ أنا شخصية ملولة سعادتك، وبزهق بسرعة، وشغلي في التشطيبات بيخليني أروح أماكن مختلفة، وكل مكان ليه العربية اللي تناسبه. يعني مثلا اللي شوارعه مسفلتة غير اللي شوارعه مكسرة، اللي جوه البلد غير اللي في الصحراء. بقى كده؟ أيوة سعادتك. على فكرة إيهاب بيه الضابط بتاع السجن اللي أنت كنت فيه بيسلم عليك. الله يسلمك ويسلمه، راجل ابن حلال مصفي. لما غريبة يعني انه يبعت لي سلام مع سيادتك رغم انه لسه مقابله قريب في الكافيه اللي هو بيقعد فيه، مش كده؟ مظبوط. بس سعادتك يعني بسم الله ما شاء الله مفيش حاجة بتخفى عليك. لا ما بيخفاش، وعشان كده انا عارف ان ضحى الضحية التالتة، ضحى كانت موجودة في نفس الكافيه في نفس التوقيت. سبحان الله، مش معقولة كل دي صدف في نفس الوقت. بس الحمد لله بقى صدفة المرة دي جت في صالحي. ازاي بقى يا زكي؟ مش الشاهد بتاع سيادتك بيقول ان انا قابلته وكنت قاعد معاه؟ يعني ما كنتش قاعد مع الضحية، والشاهد المرة دي ايه؟ ضابط زميلكم. اه بس الشاهد ده قال ان هو اللي شافك في الكافيه وهو اللي نده عليك، يعني انت كنت رايح الكفيل سبب تاني. مش ممكن برضو يا نادر يكون السبب التاني ده انك كنت رايح تقابلها؟ والله كلام سيادتك معقول، وهفترض انه صح. ليه البنت ما جاتليش؟ او ليه انا ما رحت لهاش بعد ما خلصت قعدتي مع هبي؟ عاوز تقول ان دي برضو صدفة؟ طبعا، بس أنا عازل سيادتك في شكك فيا. ده لو في واحد عايز يلبسني القضية دي مش هيقدر يجمع كل صدف. مش كده بذمتك؟ بس الحمد لله البلد فيها قانون ما بياخدش بالصدف ولا بالشبهات، بياخد بالقرائن والأدلة، وإلا بقى كان الواحد راح في داهية. قصدك إيه؟ قصدي إن أنا خارج عادل بيه، وسيادتك عارف كده كويس. جايز تكون الحكاية دي مضايقاك وعندك حق بصراحة، بس الحق أحق أن يتبع، وأنا هغرب وسيادتك هتبدأ من الأول. عايز نصيحتي يا باشا؟ ما تدورش ورايا، أنا مش هتوصل لحاجة، دور في سكة تانية يمكن توصل. طب ما أنا كل ما بفتح سكة تانية يا ابن الحلال أنت بتقفلها. أنا كل ما بسألك عن مراتك ما بترضاش تتكلم، ليه؟ كلامي لا هيقدم ولا هيأخر، أنا متأكد إن سيادتك هتوصل للحقيقة من غيري، بس إحنا مسألة وقت، ولغاية الوقت ده ما يعدي أنا ما عنديش حاجة أقولها. ما هو مش ممكن تكون كل دي صدف يا نادر، قول كلام معقول. يا فندم سيادتك سيدي عارفين ولا حاجه من دول تاركه لانها تكون شبهه ضدي، وبعدين مش معقول تكونوا عايزين تحاكموني لمجرد وجودي في اماكن ليها علاقه بالضحايا. احنا مش بنحاكمك، بس كمان وجودك المتكرر ده بيصير علامات استفهام، والشك يفصل لصالح المتهم. وبعدين الداخليه ما قدمتش ولا دليل واحد ضدي ولا حتى دافع يخليني ارتكب كل الجرائم دي. والداخليه دي هتستقصدك ليه؟ انا ما قلتش كده يا فندم، بس يعني هما ما صدقوا مسكوا في حاجه يفسروا بيها كل الجرائم اللي بتحصل دي، لكن القانون ما بياخدش غير بالادله، وانا بعد اذن سيادتك عايز اثبت في التحقيق ده اني بتقدم بطلب لمعالي المحامي.